بسم الله الرحمن الرحيم. جمال يونس سعد، مدارس فيكتوريا الدولية بالشارقة. بداية أود أن أشكر منظمة ألف، مؤسسة ألف، على كل الجهود المبذولة، وفقط يعني أعرج على بعض النقاط التي يمكن أن تكون حجر أساس وحجر زاوية بالنسبة لكل المعلمين وكل الطلاب. يعني ألف، تطبيق ألف حصرا يغنيك عن كثير من النقاط، ليس فقط يغنيك وإنما يساعدك على تحسين أدائك وتحسين أداء طلابك وتحسين التقدم والتحصيل لدى الطلاب في جميع المراحل، بداية بالتهيئة الحافزة أو مدخل الدرس، مرورا بأنشطة التعلم، ثم في المنتصف التقييم من أجل التعلم أو كما يسمونه assessment for learning، حتى البلينري أو ختان أو إغلاق الدرس. الميزة أو نقول الميزة التي يعضدها تطبيق ألف عند الطلاب هي تنمية التعلم الذاتي، وعند المعلم التفاعل لدى الطلاب، وحسن متابعة تقدم الطلاب ومتابعة تطور النمو المعرفي لدى الطلاب. شكراً.